نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في أول توبكس عندنا في الدورة أو ألا وهو الأوتوكاد. تمام، كل هم النهاردة إنك إزاي تكون بني آدم تعرف تتعامل مع الأوتوكاد هيمشي إزاي. انسى، أتمنى إنك تنسى يعني المكان الضيق اللي أنت كنت فيه في الأوتوكاد، إن كل تعاملاتك مع الأوتوكاد في شوية أمور صغيرة انت من نفسك شخصيا حاسس ان هي قليله. انا بقى النهارده هبدا اوسع لك الموضوع واوريك اهميه الاوتوكاد ايه بالظبط. تمام، طيب ناخد اول توبكس عندنا اللي هو الاوتوكاد. فيرست سيكشن عندنا اللي هو مين اوتوكاد اكسكلوسيف اوردرز. عندنا هنشتغل دي الاوامر اللي احنا هنشتغل فيها في الاوتوكاد، معايا هنمشيها كلها ان شاء الله. دي مجموعه ودي مجموعه تانية ودي مجموعه ثالثه. انا ما اعتقد الكلام اللي جوه ده كله يعني احنا ما شفناهوش قبل كده. تعالى بقى بهدوء نفتح الاوتوكاد بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. طبعا الكلام ده مشروح بالتفصيل تحت هنا من اول الاوبشن اند سو اون. بص معايا بقى، انا افترض ان انا عندي الاوتوكاد كده اهو. دي كده بالنسبه لي عباره عن لوحه معماري، دي لوحه معماري. اول ما بص في اللوحه المعماري والقى الخطوط دي عامله كده، ده معناه على طول ان انا كده واقف حاليا في البدروم، لان ده بيمثل اتجاه الرام. عارفين الرام؟ الرام دي اللي هي عباره عن منزل الجراج بتاع العماره اللي هو بيبقى مايل. منزل الجراج بتاع العماره بنسميه رامب، رامب ار اي ام بي تي. خلاص يا جماعه؟ طيب ده كده يعتبر بالنسبه لي منزل الجراج، يبقى ده كده على طول افهم ان هو عباره عن مين؟ البدروم. اول ما ابص والقى سلم خارجي على وجهه العماره افهم على طول اوتوماتيك ان ده عباره عن مين؟ الدور الارضي. اول ما يتلغي اي سلالم خارجيه افهم ان انا كده دخلت في مين؟ ها؟ في الدور المتكرر بعد كده. معانا؟ طيب تمام. ركز معايا بقى. في البدايه الاوتوكاد عندك ده 2013، اتمنى تسيبك من موضوع 2007 وعنق الزجاجه اللي انت كنت ايه قافل نفسك فيه، خش بقى في الجديد. اللي احنا هتعلم حاجات الى ما شاء الله هنا. طيب بص معايا. في البدايه هنا بتلاقي عندك الاوتوكاد اول ما بتشغله الجديد، ودي كانت مشكله عندنا كتير، بتلاقي الكلام ده طالع عندك كده الاشكال دي، صح؟ تيجي تتعامل مع الشرايط دي ما بقتش عارف شغلك راح فين، عايز تحوله الاوتوكاد القديم. تحوله ازاي؟ بتيجي من تحت في عندك علامه ترس كده اسمها ورك سبيس سويتش، معايا يا جماعه؟ اضغط عليها في اختيار اسمه مين؟ اوتوكاد كلاسيك. اول ما اوتوكاد كلاسيك بيحول الموضوع كله يرجعه لمين؟ للاوتوكاد القديم. شرايط فوق اهي بتاعتك العادية. ماشي يا جماعة؟ شرايطك فوق العادية اهي ومفيش مشكلة، صح؟ طيب، افرض بقى أنا عايز أطلع باقي الشرايط بتاعتي. يعني عايز أكمل الشرايط اللي باقي، أهم شرايط بتحتاجها بعد الشرايط دي بكليك يمين على الشرايط، شريط اسمه مين؟ لاير 2، ده هنستفيد فيه دلوقتي لأن ده مهم جدا اللي هو الشريط ده. طبعًا ده برضو معظمكم يمكن أول مرة يشوفه. زي ما هنشوف دلوقتي هنعمل معاه إيه. كليك يمين تاني على الشرايط في شريط اسمه دايمنشن. خلاص يا جماعه؟ كليك يمين تاني على الشرايط في شريط اسمه انكوري، ده بحتاجه في حصر الكميات. هنبقى نشوفه بعدين، اهو عندنا. تمام؟ انا ظبطت شرايطي وظبطت شغلي و100 100. راح واحد جاي محترم من تحت وراح لعب لك في الموضوع تاني وخلاه مين؟ درافتنج دي، صح؟ ترجع انت تاني تفتح اوتوكاد كلاسيك، الشرايط اللي انت مطلعها كلها هتختفي تاني. علشان الكلام ده ما يحصلش عايز اعمل معاك حاجه جميله قوي. مش انت طلعت شرايط هنا وظبطتها لنفسك؟ انت عايز بقى تحتفظ بيها على ان هي لاي اوت من لاي اوتس دي، بحيث لما اضغط على واحد على ما اضغط عليه من هنا يفتحوا لي بمين؟ بالشرايط بتاعته. فاهمين معايا قصدي ايه؟ اعمل الحركه دي ازاي؟ اعمل الحركه دي عن طريق باجي من فوق من قائمه تولز حاجه اسمها ورك سبيسز. ورك مين يا جماعه؟ ورك سبيسز. في حاجه هنا اسمها مين؟ سيف كارنت از سي. انا هسمي ده وليكن هنا عمر مثلا 3، معايا يا جماعه؟ واقول له مين؟ سيف. جه راجل محترم، بص بقى الكارنت بتاعك عباره عن مين؟ عمر 3. فين موجوده؟ فوق اهي. يبقى ده الكارنت لي اوت اللي انت شغال عليه. جه الراجل راح عامل لك ايه؟ حوله درافتنج تاني. يا سيدي ما فيش مشكله، انت بقى عايز ترجع بتاعك انت الاصل هتعمل ايه؟ اضغط هنا هتلاقي عمر 3 ماله؟ نازل من ضمن اللي اوتس الموجوده. قول له عمر 3، جاب لك بتاعك بنفس الشرايط اللي انت كنت حاططها. فهمت قصدي ايه؟ علشان ما ايه لو حد جه لعب معاك في الجهاز يبقى انت مظبط اللي اوت بتاعك، ما حدش يغير فيه.
معايا يا جماعه؟ طيب تمام، تعالى بقى نشتغل ونشوف هنعمل. رقم واحد عندنا في الشغل ان دي عباره عن لوحه معماري. معايا؟ كل مهمتي حاليا ان اخد اللوحه المعماري دي احولها من معماري الانشائي. بس اتمنى بعد اذن حضراتكم النهارده محدش يسالني انت بتعمل دي كاميرا ليه وما بتعملهاش ليه، لان دي مش شغلتي النهارده ولا شغلتك. انا شغلتي كلها النهارده ان انا بعلمك ازاي تحول من معماري الانشائي كرسم، لكن ككونسبت وبيزكس مش شغلتي النهارده خالص. دي في تالت حصه ان شاء الله. معايا؟ فانا هاخد مين؟ السقف بتاع المتكرر ده اعمل منه لوحه انشائي. هعملها ازاي؟ ركز معايا بقى لو سمحت. طبعا الكلام ده بعلمهولك لان ده هتشتغل بيه بره. اجي اروح واخد اللوحه كلها كده على بعضها واجي هنا كليك يمين. طبعا بعض حضراتكم في الشغل اتعلم وهو بيرسم في الاوتوكاد انه يعمل كليك يمين انتر، صح؟ انا مش عايز الحركه دي. طب قبل ما اخش على الموضوع ده انا هخش اشتغل في مين؟ في اول اوردر عندنا الا هو مين؟ الكاد اوبشنز. تعال نشوف شويه حاجات مهمه كده نتكلم فيها مع بعض. بخش على الكاد اوبشن من تولز، اخش على مين؟ اوبشنز او كليك يمين اوبشنز. معايا يا جماعه؟ نمسك اول حاجه مين؟ الديسبلاي. في الديسبلاي اول حاجه بتظبط ان الشاشه بتاعتك مالها اسود ودي ما فيهاش مشكله. خش معايا بعد كده على الاوبن اند سيف. اوعى بقى يا باشمهندس تكون منزل لي اوتوكاد 2014 وتخلي لي ان هو بيسيف دايما سيف اس كام؟ 2014. ما تعملش نفسك فت يعني في الموضوع. ما انت لو خدت الفايل تطبعه عند اي حد مش هيشتغل، لان الناس اغلبيه الناس اللي عندها بلوتر بتشتغل في اقل من 2008. طب وليه؟ طب ما اتعب نفسي ليه؟ يعني انا مش للدرجه دي. ما انا اظبط اموري دايما ان اول ما اعمل النسخه بتاعت الاوتوكاد ان يكون السيف اس بتاعي دايما عباره عن مين؟ اوتوكاد 2000 دي دبليو جي، بحيث لو خدت الفايل او اللوحه بتاعتي في اي مكان تفتح عادي. لان اكيد الاوتوكاد اللي موجود في اي مكان تاني اكيد اكبر من مين؟ من ال 2000. خلاص؟ دي اول نقطه. في نقطه اهم منها بقى ما ظهرتش اهميتها قوي غير من اول 2010 وانت طالع كاوتوكاد. ايه هي؟ شغال معاليك دلوقتي على الجهاز في البيت، وكالعاده في الوقت الحاضر الكهرباء راح تقطع عليك وانت قاعد شغال. فوجئت ايه؟ احنا من عاداتنا دايما لما بنشتغل نفضل شغالين ساعه وقبل ما نقفل كنترول اس. كلنا بنعمل كده، صح؟ الا بقى اللي عنده وسواس، ده راجل محترم كل شويه كنترول اس كنترول اس، بوظ الزرارين بسبب الايه؟ الوسواس اللي عنده. نسي ان هو يسيف لمده حوالي نص ساعه. بعد شغل اوتوكاد نص ساعه طبعا ده انت عملت مراحل، وراح الكهرباء قطع عليك. تيجي تفتح الفايل تاني بعد ما الكهرباء تيجي تلاقي نص ساعه مالها طارت. عشان الموضوع ده يتحل تعمل ايه؟ في حاجه هنا اسمها مين؟ اقرا معايا. اوتوماتيك سيف. في الاوتوماتيك سيف دي انا مظبطها كل كام؟ كل 3 دقائق. كل 3 دقائق. المفروض انه كل 3 دقائق الفايل من نفسه بيعمل حاجه اسمها اوتوماتيك سيف. بس مش على الفايل ده نفسه. على فايل تاني بنفس الاسم لكن امتداده مش دي دبليو جي. امتداده حاجه اسمها اس في دولار ساين، هي علامه الدولار اس وبعدين في وبعدين دولار ساين علامه الدولار دي اللي هي اس ووسطها مين؟ خط شرط ايه؟ شرطه واحده. معايا يا جماعه؟ تمام. انا من المفترض بقى ان الجهاز فصل عليا وجيت افتح الاوتوكاد بعد ما فتحت الجهاز من اول وجديد. تيجي تفتحه من اول وجديد بتلاقي الجهاز نتيجه الايرور اللي هو قفل بيه الاوتوكاد بيروح جايب لك كشف الجنب ده كده بيسميها لك الباك اب فايلز، الحاجات اللي كانت مفتوحه اثناء قطع الكهرباء. بيروح جايب لك لوحتك وليكن اسمها انشائي، بتروح جاي فاتحها بتلاقي تحتها 3 لوح، تبقى كانها شجره تحتها 3 لوح. في لوحه امتدادها دي دبليو جي، في لوحه امتدادها دوت باك، في لوحه امتدادها دوت اس في دولار ساين. اللي فيها اخر اوتوماتيك سيف اللي هي الاس في دولار ساين. افتح دي هتفتحها هتلاقي مين؟ الشغل بتاعك متسيف لحد دقيقه او دقيقتين قبل ما الكهرباء تقطع. هتروح فاتحه وجاي على طول من فوق فايل سيف از وتسميه باسم جديد وتحطه عندك على الجهاز. فهمتوا فايده الامر ده؟ مهم جدا جدا جدا. خلاص يا جماعه؟ طيب تمام. بعد كده في ناس كتير بتعلمك انك تشيل مين؟ العلامه دي عشان تخلي الكليك يمين مالها انتر. لا يا باشمهندس، انا كليك يمين هسيبها تطلع لي شاشه في الماوس. طب اجيب انتر منين؟ ما انت عندك المسطره في الكيبورد، المسطره على طول ترك بتجيب لك اخر امر وشغاله انتر معاك زي الفل. خلاص يا جماعه؟ يبقى الاثنين دول مالهم؟ ما بيتغيروش.
لو دخلت بعد كده على الدرافتنج اللي هي السناب اللي هي الميد بوينت اند بوينت بيربنديكولار بارلل الكلام ده كله، بتلاقي دايما السناب افضل لون فيها هو مين؟ الاصفر. بتختاره منين؟ من هنا. تيجي بس تقول له الكلر اصفر وتروح قايل له ابلاي وكلوز وتروح طالع هنا جايب. ممكن بقى تلاقي شخص عمل معاك لعبه جميله زي ما قلتها الناس الصبح وعمل لك حركه زي كده. بص معايا بقى، انا دلوقتي هاجي اختار الخط ده، فيها مشكله؟ طيب في خط تاني تحته، لما اجي اختار الخط التاني اللي تحته انت متوقع ايه اللي هيحصل؟ الخطين هيختارهم صح؟ لا، انت عارف هيعمل ايه؟ هيسيب اللي فوق ويمسك اللي تحت. اه ده معنى كده ان هو عايز شيفت قبل ما تيجي تختار اي خط تاني. طيب افرض نسيت احط الشيفت وجيت اختار ده، راح واخد ده وساب اللي انت اخترتهم كلهم. ده معناه ان واحد عمل معاك لعبه جميله قوي جوه الاوتوكاد. ايه هي؟ علم لك علامه الصح قدام الاختيار اللي اسمه يوز شيفت تو اد تو سيلكشن. فانا لازم اخش جوه. بص المسطره رجعتني لاخر امر تاني، المسطره بتدخلني جوه تاني. معايا يا جماعه؟ هتلاقي هنا في اختيار اسمه مين؟ يوز شيفت تو اد تو سيلكشن. دي لو انت عايز تلعب مع واحد لعبه ايه رخمه شويه في الاوتوكاد بتاعه وتسيبه وتمشي. لو شلت دي وطلعت بره، ما هعلمك انا المتاهه بقى في الاوتوكاد، مش بتاعنا كابي وميرور، انا بتاع الادفانس. خليك معايا بقى في الحوار ده. خلاص هتشيل دي تطلع بره تيجي تختار خط والتاني والتالت، انا ما عنديش مشكله، لكن لو كانت موجوده بتبقى عامله معاك مشكله شويه. معايا يا جماعه؟ طيب ابلاي اوكي. في الزوم ويندو يا باشمهندس بره، الزوم ويندو شمال اهي لونها مين؟ اخضر. طب ويمين؟ ازرق. طب لو جيت كده بص الخطوط من تحتها باينه. طب انا عايزها تبقى من تحت عتمه، مفيش حاجه باينه خالص. من سيلكشن في حاجه اسمها مين؟ فيجوال افكت مينها؟ سيتنجز. لو دخلت على دي دول ودول الوان مين؟ الزوم. عايز تخلي الزوم الثانيه لونها اصفر، اتغيرت بقت اصفر اللي هي زوم ويندو رايت. معايا يا جماعه؟ عايز تزود الانتنست بتاعتها الكثافه، بص شايف السامبل اللي فوق الافكت بتاعها؟ مفيش حاجه باينه تحتها خلاص. طبعا الكلام ده كله كاوبشنز بالنسبه لك انت مطالب انك تعرفه، مش شرط انك تستخدمه. طب لما كنت بتيجي تقف على اي خط بس مجرد واقفه كده، كنت بتلاقي الاوتوكاد عامل لك على الخط ده سيكنس كده صح؟ تقف بس بيعمل لك كاميرا لو كان الخط مين؟ تخانه. ده بيتعب العين شويه. انا بحب دايما اخليه كاميرا لو كان مين؟ داش فقط لا غير. معايا يا جماعه؟ هقول له اوكي، هقول له ابلاي اوكي. كده انا خلصت الجزء الاولاني اللي خاص بمين؟ بالكاد اوبشنز. معايا؟ طيب تمام، ارجع تاني هنا على اللوحه بتاعتي، هعمل ايه بقى؟ اروح واخد اللوحه دي كده على بعضها واجي هنا اقول له مين؟ كليك يمين. كليك يمين في حاجه هنا اسمها بقى مين؟ كليبورد. كليبورد دي فيها مين؟ كات، كابي، كابي وسبيس بوينت، بيست، وبيست اس بلوك. دول هنتكلم فيهم كلهم لان فيهم شغل عالي قوي. انا هاخد مين؟ كابي وسبيس بوينت. اسمع، انا ما خدتش كابي، اصل كابي لما اخدها كابي هياخدها كابي من هنا، ولما اجي اعملها بيست هناك هيعملها بيست في اي حته هو عايزها. انما كابي وسبيس بوينت هياخدها من نقطه ويركبها هناك في النقطه اللي انت عايزها في اللوحه الثانيه. انتوا فاهمين معايا قصدي ايه؟ اخد دي كابي كده هنا من النقطه دي وليكن، واجي افتح دي كده كانت لوحه معماري، هديكوا انا بقى لوحه انشائي تشتغلوا عليها بعد كده. دي ولتكن هنا لوحه انشائي، اجي هنا اقول له مين؟ ها بيست. طبعا في فرق كبير جدا ما بين كلمه بيست وبيست از مين؟ از بلوك. بيست از بلوك بيعمل الموضوع كله كما لو كان حاجه واحده، انتوا معايا؟ انما هنا دي كل حاجه لير لوحدها. معايا ولا ايه الظروف؟ تمام، ركزوا معايا بقى لو سمحتوا. حاليا هل انا ما بحتاج في الانشائي ان انا احط دايمنشن داخليه؟ ان احط اسماء الاوض؟ ان احط مناسيب؟ ان احط شبابيك؟ ابواب؟ اي فرنيتشرز؟ لا طبعا، ده كله بيتشال. انت كل لوحه انشائي عندك فيها مين؟ التسليح والكاميرا والبلاطه ومين؟ والعمود فقط لا غير. فحاليا انا مطالب ان انا اشيل مين؟ كل الحاجات اللي جوه دي. اشيلها ازاي؟ حاليا عايز اظهر لير الدايمنشن دي بس واطفي باقي اللايرز. كنتوا بتعملوها ازاي؟ كنت في بعضكم كان بيجي يفتح اللاير دي من فوق صح؟ ويروح مختار اللاير كلها بكنترول ايه وطفيها ويسيب اللاير دي بس اللي شغاله. بيخش في حوار كبير. لا، في شريط احنا طلعناه من شويه اسمه مين؟ اللاير 2 اللي هو الشريط ده. في اول اختيار عايز اتكلم فيه اللي هو مين؟ لير ها ايزوليت. لير ايزوليت يعني ايه؟
يعني اللاير اللي هختارها لك هي بس اللي تظهر وباقي اللايرز تختفي. يعني لو ضغطت على لاير ايزوليت انا حاليا هنزل مين ده صح؟ رحت مختار وقلت له مين؟ مسطره، راح ظاهر دي بس. عايز بقى احذفها اعمل فيها اللي انا عايزه بعمله. طب افرض عايز ارجع اللايرز بتاعت الثانيه الاصليه اللي كانت موجوده، شايفين شريط اللاير الاصلي يا جماعه؟ شريط اللاير الاصلي اهو، في هنا اختيار اسمه مين؟ اللي واقف عليه ده اللي هو في النص اللاير بريفيوس. لو ضغطت على اللاير بريفيوس جاب لك اللايرز اللي كانت موجوده قبل كده. معايا يا جماعه؟ بس في مشكله عندكم في البيت بقى. ايه هي؟ انك لما تيجي تضغط على اللاير ايزوليت وتيجي تختار اللاير بيظهرها اه، بس باقي اللاير ما بيخفيهاش. لو حد استخدم الامر ده قبل كده في البيت امال بيعمل ايه؟ لو جيت تحت في سيتنجز هنا اهي بص معايا، دوس اس وانتر، بيكون ماشي على اوبشن اسمه لوك اند فيد. يعني ايه لوك اند فيد؟ يعني اللايرز الباقيه بتقفلها، يعني لما تيجي تحذفها او تشيلها من مكانها ما بتتغيرش، ويعملها كظل، بتكون ظاهره ورا بس شكل ظل. طبعا الكلام ده انا مش عايزه، انا عايز الليره اللي باقيه مالها اوف صراحه مقفوله. معايا يا جماعه؟ فعشان اعمل كده اول مره بختار فيها الامر ده على الجهاز بروح مختار لير ايزوليت وانزل تحت واقول له مين؟ اس ومسطره سيتنجز، واروح كاتب له تحت مين؟ اوف، واقول له انتر. كده تركب على مين؟ على اوف، بحيث لما اجي بقى اختار مين؟ اختار الحاجه اللي انا عايزها وادوس مسطره هي بس اللي تظهر والباقي كله يختفي. حاليا انا عايز الدايمنشن في حاجه ديليت، اروح مختارها واقول له ديليت، ارجع تاني افتح لوحتي. طيب انا عايز الكتابات مش عايزها في حاجه صح؟ اجي هنا اقول له مين؟ لير ايزوليت. ركزوا معايا عشان انتوا هتتكلموا معايا بقى، واروح مختار الكلام ده واقول له انتر اهو، ادي كل الكتابات لير بريفيس. لاحظ اللوحه مالها؟ عماله تنضف معاك وانت مش واخد بالك، لان انت كنت زمان بتعمل ايه؟ حاجه حاجه، بتمشي ورا كل حاجه منهم حاجه حاجه. لا مش بتوع الكلام ده، احنا بنمشي ازاي؟ احنا بناخد الموضوع كله حته واحده. اللوحه بدات تنضف بالشكل اللي قدامك ده. طبعا الدايمنشن الخارجيه برضو انا مش عايزها، لان انا هعمل دايمنشن جديده دلوقتي. ماشي يا جماعه؟ تمام. ركز معايا بقى، لسه عندي مين؟ الابواب. الابواب دي معموله بلوكات. لما تيجي تختار الباب ده كبلوك باللاير ايزوليت ما بيجيبش حاجه، ممكن يجيبه ممكن ما يجيبوش. هنا جابه، اروح واخدهم عامل لهم ديليت. لير بريفيوس، لو جت على حاجه ثانيه الشباك لا ممكن يجيبه هنا. لان هنا برضه بمين؟ باللاير بريفيوس، اروح واخد عامل فيهم يا جماعه ديليت. تيجي تبص على اللوحه بص بدا اللي يحصل فيها؟ تنضف خالص، ما عادش فيها حاجه. تيجي بقى ابص على مين؟ حاجه بتاعت المنسوب دي. لما تيجي تاخدها دي معموله بلوك. لما تيجي تاخدها باللاير ايزوليت ما ظهرش حاجه خالص، صح؟ ده ليه بقى؟ ان هي معموله بلوك، والبلوك ده غير مسموح انه يشتغل بيه بمين؟ باللاير ايزوليت. اه يبقى اكيد في امر تاني يمكنني ان انا اختار حاجات معينه من اللوحه واسيب حاجات تانيه. ايه هو بقى الامر ده؟ فلتر. امر اسمه ايه يا جماعه؟ فلتر، اللي هو الامر ده. اختصاره مين؟ اف اي. معايا يا جماعه؟ اجي من هنا اقول له مين؟ اف اي فلتر. جاب لي الفلتر. الفلتر ده ببساطه خالص انا شخصيا بعتبره من اهم الاوامر اللي موجوده في الاوتوكاد، طبعا معظمكم ما سمعش عنه. الامر ده ان انا لو عايز اختار حاجه بعينها والحاجات اللي زيها اقدر اختارها من ضمن اللوحه كلها. بمعنى اجي هنا اقول له اد سيلكت اوبجكت. فين الاوبجكت اللي انا عايز اختاره؟ اللي هو البلوك ده، صح؟ تمام. حاليا هو هنا مختار البلوك ده طبقا لبروبرتيز موجوده عنده هنا اهي. انتوا معايا يا جماعه؟ بس البروبرتيز دي فيها مين؟ فيها النورمال فيكتور، وفيها مين؟ البوزيشن بتاع البلوك. لو سبت الحاجات دي زي ما هي رحت قايل ابلاي وطلعت اخترت اللوحه كده بالكامل ودوست انتر، هيختار مين؟ هو بس. لا انا عايزه يعمل ايه يا جماعه؟ يختاره ويختار اللي زيه. علشان يختاره ويختار اللي زيه يبقى لازم هو بيختار البلوك بوزيشن دي اعمل فيها يا جماعه ادلتها. فاهمين قصدي ولا مش فاهمين؟ يعني لما يجي يختار ما يختارش ده بس، يختار الحاجه اللي هي بلوك اللي هي من النوعيه دي، ما يختارش بالمكان. هنشوف هنقول عليها كذا مثال. اجي كده اقول له مين بقى؟ ابلاي، واروح مختار كده اختار كل البلوكات اللي في اللوحه، اقول له مين؟ ديليت. ده برضو بيفيدني في ايه؟ بصوا معايا يا جماعه، انا لو عندي شويه خطوط كده، ودي بتحصل كتير بقى،
بعض الاوقات بتلاقي المعماري ما بيفهمش اي حاجه خالص في اي حاجه، وراح عامل الباشا راح عامل اللوحه المعماري بتاعته كلها في لير واحده، بس عمال يعمل ايه؟ ياخد المحاور ويديها لون اصفر بس نفس اللير، ياخد الاعمده ويديها لون اخضر بس نفس اللير. تيجي في الوقت ده بقى تختار الاعمده بلاير ايزوليت، تيجي تختار وتسيب هتلاقي جاب لك اللوحه هي هي. اصل الامر اسمه ايه يا جماعه؟ لير ايزوليت، بيختار باللير مش بيختار باللون. طب انا عايز اختار المحاور في الوقت ده، يعني بص معايا الحاجات دي كلها كمان لو كانت ملا لير واحده، انتوا معايا؟ تمام. هاخد دول اديهم لون تاني وليكن لون احمر، هاخد دول هنا ياخدوا لون زي ده، هاخد دول هنا وياخدوا لون وليكن لون اصفر. لو حبيت اختار لون اصفر بس من الخطوط دي هعمل ايه؟ هتقولي لير ايزوليت، هقول لك معاك لير ايزوليت، خد لير ايزوليت. عمل ايه يا جماعه؟ جاب المجموعه زي ما هي، لانه ما اهتمش باللون، اهتم بمين؟ باللير. لا انا عايز يهتم بمين يا جماعه؟ باللون. فعشان يهتم باللون ارجع تاني اقول له بريفيوس، بص معايا بقى اقول له مين؟ فلتر. انا كنت حاطط الفلتر القديم في مين؟ في حاجه كانت موجوده مختارها صح؟ لازم اقول له كلين ليست، نظفها لي الاول. اجي اقول له مين؟ اد سيلكت اوبجكت، اختار لي مين؟ الخط الاصفر ده. بس خلي بالك من حاجه، انك لازم تشيل مين؟ اللاين ستارت واللاين مين؟ اند والنورمال فيكتور، لان دول خاصين بمين؟ بالخط ده. لانه عايز يختار الخط ده واللي زيه، يبقى بالتالي ما ياخدش خصائص خط منهم بعينه. فهمتوا قصدي ايه؟ يعني اجي على دي واقول له مين؟ ديليت ودي ديليت ودي ديليت. كده هيختار مين يا جماعه بقى؟ اي اوبجكت نوعه مين؟ اللي هو من اللاير، اللي هو اللاين تايب بتاعه، اللي هو مين؟ اهم حاجه الكلر ماله يلو اصفر. لو قلت ابلاي وطلعت وقلت اوكي وعملت كده بتلاقيه اختار معايا. ارجع تاني فلتر، بص معايا بقى، ايه رايك لو شلت الاختيار اللي هو مين؟ يلو ده، شلته خالص كده، لما اطلع بره هيختار ايه؟ هيختار جميع الخطوط اللي من اللاير دي، لانه ما اتحكمش بمين في الوقت ده؟ ما اتحكمش باللون. لو انت عندك في خطوط منهم كانت مالها، اطلع اختار، هروح مختارهم كلهم. المفروض اني اختارهم كلهم معايا يا جماعه؟ تمام. يبقى معنى كده ان الفلتر ده مهم جدا 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 بالنسبه لك في حاجات مين؟ البلوكات. خلاص؟ طيب تمام. طيب هكمل وبرجع له تاني عشان نتكلم فيه تاني. بص معايا بقى يا باشمهندس، حاليا انا في حته جد مهمه جدا 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 لازم نهتم بيها. حد فيكم سمع عن حاجه اسمها البين اساينمنت قبل كده؟ بين اساينمنت دي معناها تخانات خطوط. كلنا قبل كده واحنا بنرسم من اول اعدادي هندسه كان عندنا الراجل يقول لك ايه، الراجل اللي معانا في المعيد اللي في السكشن، هات لي سن لو سمحت 2 اتش، هات لي سن اتش بي، سن 2 بي، صح؟ كنت بتجيب السنون دي ليه؟ علشان كل حاجه في الرسمه لها تخانه خط معينه. انتوا معايا؟ تمام. يبقى معنى كده ان انا وانا برسم اللوحه الانشائي بتاعتي اكون فاهم ان مش كل الحاجه نفس اللير، ومش كل الحاجه نفس اللون. يبقى انا عندي الوان متدرجه، الالوان اللي بشتغل بيها دايما هي عباره عن مين؟ احمر واصفر واخضر واللبني والازرق والموف ومين؟ والابيض. ركز معايا بقى، اخف خط عندك في اللوحه هو الخط الاحمر، ده اللي بعمل بيه دايما مين بقى؟ خلي بالك دي لوحه انشائيه اهي بقى، ده اللي بعمل بيه دايما مين؟ المحاور. يبقى المحور عندي دايما لونه مين؟ احمر. ايه محتاجه برضه يكون خفيف؟ محتاجه يكون خفيف الهاتش بتاع العمود، يكون برضه خطه خفيف، فيكون ماله يا جماعه؟ احمر. دي حاجات الصنعه هنمشي بيها. تمام. الخرسانه العاديه دي لوحه قواعد، فدي الاصفر ده خرسانه عاديه، يبقى اخر اي خرسانه عاديه برسمها بلون مين يا جماعه؟ اصفر. اي خرسانه مسلحه سواء كان سميل او قاعده مسلحه او كاميرا او حد بلاطه، ده كله بترسم باللون مين؟ الابيض. يبقى بص الابيض ده كان مرسوم على ان ده القعده، وده خلي بالك السمل. العمود، العمود ده بيكون اتقل خط في اللوحه، بيكون مرسوم ده باللون مين؟ اللبني. متفقين؟ تمام. الدايمنشن، الدايمنشن ده من الخط بتاعها عباره عن مين؟ موف. واي كتابه في اللوحه، اي تكست لازم يكون لونها مين؟ اخضر. لما اجي اعمل يا باشمهندس اي تسليح في اللوحه،
اي تسليح زي التسليح انت شايفه ده، شبكه سفليه وعلويه وكلام من ده. الخط اللي بيعبر عن الحديد لونه مين؟ ازرق. يبقى انا كده مشيت بحاجات ستاندرد بالنسبه لي خلاص. بتاثر في ايه؟ هنعرف ان شاء الله الحصه اللي جايه. بص معايا هقول لكم بتاثر في ايه سريعا كده. لو جيت حبيت اطبع اللوحه دي يا باشمهندس تمام، هقول له هنا مين؟ بلوت. تمام، واقول له اوكي. اجي من فوق هنا اقول له بريفيس بلوت، اجي من هنا اخليه يطبعه لي كام؟ ابيض واسود عادي، فيها مشكله؟ ويطبعها لي ايه فور. هقول له هنا من ويندو حط لي اللوحه دي كده، او تعال نمسك اللوحه زي دي كده هنا، واقول له هنا مين؟ بريفيو. بص اللوحه هنا، شايف الخطوط واخده بالك منها؟ شكلها يعني ملوش حل، المحاور تخينه والكلام كله داخل في بعضه، تحس ان اللي راسم ده يعني بني ادم بدائي. معايا؟ تمام. شفت دي؟ بص الثانيه بقى اللي هي مين؟ اللي هي دي يا باشمهندس. لو قلت عمر دي وقلت له بريفيو، بص هنا يا باشمهندسه، شايف اللوحه؟ الخطوط بتاعت الدايمنشن خفيفه، المحاور خفيفه، الهاتش خفيف، الخط بتاع الكاميرات تقيل بس العمود ماله اتقل منه. يبقى ده كده بيدي لك اللوحه كما لو كانت بشكل ماله متناسق في تخانات الخطوط اكتر من اي حاجه تانية. ما انا اتفقت معاكم من البدايه ان انا بتكلم مين؟ شغلك بره، هتعمل ايه؟ اكمل؟ تمام. بتاثر في الكلام ده، لان انا هعلمك بعد كده ازاي تطبق بقى بيه. ما هو انا الكلام ده انا عامل بلوتر جوه اسمه عمر، هقول لك تعمل واحد زيه ازاي. حضرتك مش بسيبك السكنس بتاعك بره؟ ما بلعبش خالص بره، برسم كله بالديفولت عادي. انما الكلام ده جوه من جوه البلوتر نفسها. اكمل؟ طيب تعالوا معايا بقى، بصوا. ارجع هنا على مين؟ على لوحتي هنا وهي باشمهندسين. يبقى محتاج اخلي المحاور دي كلها تخش في انهي لير؟ تاخد نفس لير مين؟ المحاور اللي فوق اللي هي الانشائي دي، صح؟ ممكن اعمل حاجه ظريفه بقى، اخد لوحتي دي كده موف واطلع بيها فوق شويه هنا كده تبقى جنب اللي وحدي. اجي هنا اعمل مين؟ ماتش. ماتش اختصاره عندك مين؟ ام اي. اختصاره عندك ام اي. انا عايز اعمل ماتش من مين؟ من المحاور دي للمحاور دي. يبقى كده اداها نفس اللاير. ماشي يا جماعه؟ طيب تمام. ماتش ما هنقول دلوقتي. بص معايا يا باشمهندس، عايز حاليا دي حوائط صح؟ عايز احول الحوائط دي بالكامل تاخد لون الخرسانه المسلحه اللي هو الابيض، عشان بعد كده ممكن اعمل كمر او ما اعملش، امسحها مش فارق معايا. فهعمل ايه؟ اروح جاي هنا مشغل مين؟ اللير ايزوليت لمين يا باشمهندسين؟ للير الحيطه مع مين؟ لير اي حاجه خرسانه مسلحه فوق من لوحه الاصليه. انتوا معايا؟ واروح داس ام اي، واروح مختار الخط اللي عايز اعمل منه ماتش، واطلع على مين؟ رحت تحت واروح اعمل مين؟ ماتش على اللوحه. وارجع تاني اقول له مين؟ ها؟ لير بريفيس. يبقى راح مديني اللوحه بالمنظر ده كده. معايا؟ تمام. ركز معايا بقى لو سمحت. الهاتش بتاع الاعمده معمول ازاي؟ طبعا الهاتش ده مش الهاتش بتاعنا خالص. الهاتش بتاع الهاتش الخرسانه المسلحه دايما عباره عن ايه يا جماعه؟ خطوط بالمنظر ده كده. انما هاتش الطوب عباره عن ايه؟ خطوط زي دي بس خطين مع بعض ويسيب مسافه، ويرجع ياخد خطين مع بعض ويسيب مسافه، ده تهشير الطوب. طب الخرسانه العاديه نقط ودواير في النص، ده معناه ان هو خرسانه مين؟ خرسانه عاديه. خلي بالك انت بترسم انشائي، المعماري بيعمل اللي هو عايز، بيخرف زي ما هو عايز، انما انت حاجات عندك بيزكس لازم تكون بتحترمها وتمشي عليها. اكمل؟ حاليا بقى عايز اظبط الهاتش بتاع مين؟ الهاتش بتاع الاعمده، صح؟ تمام. اجي من فوق هنا اقول له مين؟ لير ايزوليت مين؟ للهاتش. اختار الهاتش كله، صح؟ اعمل فيه ايه بقى؟ ديليت. مش هختاره واحده واحده زي ما كنا بنعمل زمان. باللير زي اخترته روح حذفه. ارجع اقول له تاني مين؟ لير بريفيوس، جاب لي لوحتي تاني. حاليا عايز اعمل هاتش لمين؟ للاعمده جديد خالص، اروح جاي اعمل بقى؟ لير ايزوليت لمين؟ للاعمده، هات لي الاعمده بس. وفي نفس الوقت اشغل معايا كمان فوق مين؟ اللير مين؟ الهاتش من فوق اللي هي الهاتش دي، عشان هشتغل عليها اللي هي مين؟ الهاتش اللي زي ده كده. ثواني، لير بريفيوس، ارجع تاني اقول له لير ايزوليت
لير الهاتش من هنا هي احسن مع لير مين مع لير العمد معايا يا جماعه عايز اعمل هاتش هنا انا فاتح انهي لير كولوم هاتش صح كنت بتعمله ايه زمان كنت تيجي تفتح هاتش صح وتروح جاي حضرتك مختار مين اد بيك بوينت صح وتقعد تمسك عمود عمود مش كده تمام ولما كان ربنا بيفتحها عليك شويه لما ربنا كان بيفتحها عليك شويه يا باشمهندس كنت بتختار من هنا وتقول له هنا مين اد سيلكت اوبجكت تروح مختار الاعمده بالكامل وتعمل لها هاتش بس ما كنتش عارف انك بتعمل مصيبه ايه هي ان الاعمده كلها بقت مالها هاتش واحد لو جيت تمسح اي واحد فيهم هيمسح الباقي الله طب ما انا عايز اعمل حركه جميله بقى عارفين ايه هي لا مش هفجر الهاتش بصوا معايا بقى لو سمحتوا هعملها هي هي اجي اضغط هنا في هنا اختيار ما خدتوش انتوا قبل كده اسمه مين كرييت سيبرت مين سيبرت هاتشز اضغط على دي واقول له برضو اد مين اد سيلكت اوبجكت واروح نختار مين يا جماعه الاعمده بالكامل مسطره مسطره كده اتعمل الهاتش اوكي تيجي تبص بقى كل هاتش بقى لوحده يبقى عملت هاتش الاعمده كلها باوردر واحد بدل ما كنت تقعد فيه ربع ساعه على الاقل اتعمل معاك بمجرد زوم مش اكتر يبقى ده اللي هو مين سيبريت هاتش مفهوم الكلام ده تمام ارجع تاني اكمل اجي هنا طبعا الخطوط دي عايز اعمل فيها ايه احذفها لان دي برده مش بتاعتنا اجي هنا اقول له مين لير ازوليت واخد الخطوط دي واجي على جميع الخطوط دي اقول له مين ديليت بس دي كانت بلكونات فده حد البلكونه فهسيب الخط الخارجي بره ماشي يا جماعه طيب تمام انا كده عملنا مين الهاتش الهاتش مش عاجبني شويه خلي بالكو يعني لو رجعت هنا اهو على لير ريزوليت الهاتش الهاتش كبير شويه صح دبل كليك عليه خلي بالك ده في الاوتوكاد الجديد بقى بيروح فاتح لك البروبرتيز بتاعته تيجي في مين في السكيل خليه لي بوينت 6 ولا صغر شويه ايه ده الحاجات ديت من اول 2012 او 2011 لو عايزين الصوصه بخلي ادولكم هنا على الاسطوانه معايا يا جماعه طبعا ده كده اتظبط لكن الباقيين ما اتظبطوش هيتظبطوا ازاي؟ بماتش اروح عامل ماتش لده لمين؟ لباقي الهاتشز الموجود وارجع تاني اقول له مين؟ لير بريفيس اجي امسك احنا اتفقنا كل الكلام ده هيبقى لونه مين؟ لون الخطوط الكتابات اللي بره كلها عباره عن مين؟ ها؟ اخضر يبقى اوديها في لير وليكن مين؟ هنديها لون اخضر على طول من هنا مفيش مشكله اجي من هنا واقول له لون اخضر مفهوم الكلام ده يا جماعه عايز اخد دايمنشن هنا ما بين مين ما بين الحاجات دي وبعضها بتعملوها ازاي بتختار من هنا مين دايمنشن واحد صح وتروح جاي مختار كده اهي وربنا كان مفتحها عليك قوي تروح ضغط على مين على كونتينيو صح تبقى تعمل مين لا انا مش هعمل الكلام ده خالص بعد اذن معلم انا دول لو 100 خط وعايز اجيب كلهم باوردر واحد الدايمنشن كامله ازاي في امر جميل قوي فوق اسمه مين ها كويك دايمنشن اروح ضاغط على ده ومختار الخطوط بالزوم بالمنظر ده واروح دايس مسطره واحدد المكان اللي عايز اقف فيه راح جايب لك كلهم مره واحده معايا اهم حاجه في الاوتوكاد مش ان انا واخد دوره اوتوكاد وبعرف ارسم ان انا سريع في الاوتوكاد عندي تولز في الاوتوكاد معايا طيب بص معايا بقى لو سمحت السلم عندنا بياخد لون ايه عشان هقفل بالسلم بقى النهارده. السلم عندنا بياخد لون ايه؟ الخطوط بتاعته اخضر بس داش، واشمعنى داش؟ تعال نشوف الكلام ده. انا عندي السلم هنا الراجل هنا اهو السلم هنا. الراجل رسم السلم بكام خط؟ خطين بس واحد سوليد وواحد مين؟ طب ما تيجي نفهم الكلام ده مع بعض نرسم قطاع صغير ادي قطاع صغير للسلم. ادي قطع السلم المفترض يا باشمهندس انك لما تطلع على السلم معاليك في حاجه اسمها الدرج بتاع السلم اللي هي الرخامه اللي هي بتركب على السلم دي انتوا معايا طيب الانشائي بيقطع ويبص ازاي بيقطع ويبص لفوق انما المعماري بيقطع ويبص لتحت فنظره المعماري خليك معايا هنا اهو على الشاشه نظره المعماري تبقى كده
فلما يجي يبص على السلم بيبص بيشوف السلم كم خط، خطين، خط عند النوز دي اللي هي الخارجية، خط هنا عند النقطة دي، صح يا جماعة؟ وخط فين؟ هنا. بس الخط ده يبان مين؟ انما ده مختفي تحت الدرجة فهيبان مين؟ داش. فمعنى كده افهم من كده لو لقيت الخط الداش لبره، افهم من كده ان اتجاه صعود السلم ازاي؟ كده. فهمتوا حاجة؟ يعني لو جيت بقى كحاجة براكتيكال على ده، السلم ده طالع كده ولا طالع من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ من اليمين للشمال، لان دي مالها بره، فبالتالي هو طالع ازاي؟ طالع كده. فهمتوا حاجة؟ تمام. طيب ده المعماري، انما الانشائي، الانشائي بيفترض ان مفيش حاجة اسمها مين؟ رخام، ده هو السلم بس على طول موجود. بس الانشائي مشكلته في ايه؟ انه بيبص منين؟ من تحت لفوق، بيبص كده. فكل اللي بيشوفه بيشوف الباستا دي من تحت، انما الدرج من فوق كله كما لو كان باين مين؟ خطوط داش. فالانشائي لما بيجي يشتغل مع السلم بياخد انهي خطوط؟ ويرمي السوليد. طب انا حاليا عايز اشيل بقى مين؟ خطوط السوليد. اشيلها ازاي؟ هل اختارها خط خط واحذفهم؟ الراجل المحترم قال لك فلتر. هيعمل ايه؟ وحداس اف اي ويدوس مسطره. هو فلتر كان واخد حاجات قبل كده صح؟ هقول له مين؟ كلير، واقول له اد سيلكت اوبجكت، اختار مين الخط اللي انا عايز احذفه اللي هو ده، بس امسح منه مين؟ الخواص بتاعته اللي هي البدايه والنهايه والنورمال فيكتور، واقول له مين؟ ابلاي. بص اروح مختار كده واختار كده واختار كده. لو جيت تبص جوه الزوم هتلاقي مين اللي مختارهم؟ السوليد بس، ديليت، اتحذفوا الكل باوردر واحد، بدل ما كنت بتقعد تختارهم مين؟ خط خط. فهمتوا حاجه؟ تمام. طيب بالنسبه للحد الخارجي الداخلي بتاع السلم ده، الحد الداخلي بتاع السلم، لما اجي اوقف بسط السلم هوقفها لحد الخط اللي جوه ده ولا الخط اللي بره؟ لو حضرتك وقفت الحد هنا ده معناه انه لما يجي يبني الطوب بتاع قلبة السلم هيبنيه في الهواء، مش هنا فيه يا جماعه الطوب اللي بيطلع عليه اللي هي الدرجه اللي حوالي، اسف، اللي هي الحيطه اللي حوالي متر دي بتسند عليها، دي المفروض تكون مبنيه على مين؟ على السلم، صح؟ فمعنى كده انا بعمل ايه؟ بحذف كل الخطوط لحد لما اوصل لمين؟ لاخر خط جوه. يبقى ده الخط الداخلي بتاع مين؟ السلم بتاعك. اجي بقى اروح عامل ايه؟ ماتش من مين؟ من السلم اللي فوق، اخد من دي ماتش لدي بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت مين؟ خطوط السلم الداخليه الخارجيه، مفهوم يا جماعه؟ تمام. ده بقى جوه هيبقى لونه مين برضو؟ ابيض. الخطوط دي لازم توصل لحد فين؟ لحد هنا. توصل ازاي؟ اكستند. ماشي يا جماعه؟ مع اني باجي بقى في الخط ده ما بين ده وبين ده واروح عامل كده. كده انا عملت السلم كانشاء يا جماعه حاليا. طيب تكملتي في الموضوع ده هكمل فيه المره اللي جايه. بس انا عايز اتكلم معاك في امرين صغيرين كده بسرعه عشان برضو نقفل الموضوع بتكلم فيه حاليا. بس مهندس، لما كان عندك خط كده وكان عندك خط كده وعايز تقفل الزاويه دي قايمه، كنت بتعمل ايه؟ في ناس هتقول لك فيه، ناس هتقول لك شنفر. انسى موضوع شنفر ده خالص، لان ده كان بيستخدم لان مشكلته في حاجتين، انه بيدي لك طول في اكس وطول في واي، انما فيلت هو حاجه واحده بس، انه بياخد ريديوس فبعملها بفيلت، صح؟ لما كنت بعمل فيه كنت بعمل ايه؟ كنت بدوس اف وبعدين ادوس مسطره واروح ضاغط على الخط ده وبعدين الخط ده، ممكن ما تكونش جايب الخط، ما عرفتش تظبط الخط اللي فوق، صح؟ بدل ما اختار الخطوط بايدي بعمل حاجه جميله قوي، هدوس اف وبعدين مسطره، انتوا معايا يا جماعه؟ وبعد ما ادوس المسطره اروح دايس سي ومسطره تاني، واروح جاي بص فاتح زوم كده. الزوم دي الخطوط اللي بتخش جواها هو بيقفلها اوتوماتيك، راح هو قافلها لك على طول. يبقى فيلت سي، بمعنى كنترول زد تاني، اجي اعمل خط هنا اهو واعمل خط هنا اهو، عايز اقفل الخطوط دي كلها تاني، فيلت يا جماعه وبعدين مين؟ ها سي، واروح مختار دول مسطره سي عشان يجيب لي اخر امر، مسطره سي، مسطره سي عشان يجيب لي اخر امر، بدل ما اختارهم بقى خط خط واقعد اقفل فيهم بايدي.
يبقى فيلت سي بيفتح لك زور. طيب سيبنا من ده. لو انا عندي خط مايل كده اخد دي بعيد كده بس فوق اهي، وعندي كاميرا وليكن زي دي كده يا باشمهندس، كتابه موجوده بالشكل ده كده، عايز اجيب الكتابه دي تميل مع الخط ده. كنت بتعملوها بمين؟ عن طريق روتيت، وتقعد تجيبها وعمرها ما هتتظبط. في امر بيجيبها اكزاكت ازاي؟ هاجي على الكتابه دي يا باشمهندسين واروح واخد بوكس ريكتانجلر. خلاص يا جماعه هاخد مين؟ ريكتانجلر، واروح قايل له امر اسمه ايه؟ الاين، اختصاره اي ال، واروح دايس مين؟ مسطره، واروح مختار مين؟ الحاجه بتاعتي كلها، وادوس مسطره تاني، واجي اخد من هنا اركب دي على مين؟ في اي حته على الخط، واخد النقطه دي اركبها في اي حته على مين؟ على الخط، ادوس مسطره مرتين وتشيل دي، تلاقي الكتابه ركبت معاك مايله اكزاكت. معايا؟ انا كده خلصت النهارده، نكمل المره الجايه ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم.